انت اتحركت من الاسماعيلي على مصر مقاص؟ لا رحت وادي دجله 6 شهور. رحت وادي دجله 6 شهور، ها وبعدين؟ بعدين نادي مقاصة اشتريني من وادي دجله. 6 شهور بس لعبته؟ لا كنت بتلعب على طول ولا؟ لا 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 كنتش بتلعب. كنت رايح يعني، كنت سايب نادي الاسماعيلي. انت كنت بتلعب في الاسماعيلي؟ كنت كابتن نادي الاسماعيلي. كابتن نادي، وكنت بتلعب على طول. انت سبت الاسماعيلي، كان عقدك خلص؟ كان عقدي خلص وما ما جددتش. لا لا ما جددت. رحت وادي دجله. وادي دجله 6 شهور. 6 شهور ما لعبتش خالص؟ لا لعبت حوالي 3 ساعة في ماتش الاهلي بس. كان مين بيلعب مكانك؟ كان في رجب نبيل وفي طه عادل. رجب نبيل بتاع المنتخب الاولمبي. وفي عبد الفتاح تاحة. كان مين الكوتش بتاع الفريق؟ كابتن حماده. كابتن حماده صدقي ما اشرككش؟ لا لا ما كانش في ظروف اصلا، الفرقه كانت ماشيه كويس. وانا ما جاتليش فرصه ان انا العب، فمشيت يعني. نادي المقاصة اشتراني يعني من وادي دجله. ووادي دجله وافقت على طول؟ وافقت على طول. وانت بتلعب دلوقتي في المقاصة؟ الحمد لله. ولقيت نفسك؟ انا ارتحت اول ما رحت نادي المقاصة. لقيت لعيبه كبيره السنه اللي فاتت، كابتن عبد الواحد وكابتن مصطفى كمال وكابتن ايمن عبد العزيز وكابتن احمد بكري وكابتن احمد حسام وكابتن هاني سعيد، فكلهم كباتن يعني. كان ليا الشرف ان انا سعيد كمان لعيب كبير. كان ليا الشرف ان انا العب معاهم. واحمد السيد برضو. واحمد السيد، فكلهم كانوا لعيبه كبيره. بعد الباكورد اللي كان عامله في المهد. فاكر انت الباكورد اللي عامله ده في الهوا ده؟ فكلهم يعني كانوا لعيبه خبره ولعيبه يعني، كان ليا الشرف ان انا لعبت معاهم ولحقتهم ان انا لعبت معاهم يعني. الحقيقه انت ادائك ممتع جدا يا عبد الحميد، لكن اتصور احيانا الكوتش يقول لك ما انت عندك ثقه زياده قوي في نفسك، يعني اعتقد انتوا حاسين الحكايه دي. ممكن تيجي مثلا في موقف صعب قوي تعمل انت مش عارف ايه وتقوم لامم وتمشي احيانا معاك، بس بتوقف القلب. ما بيكلمكش كابتن ايهاب في الحكايه دي؟ لا الكابتن ايهاب مديني ثقه جامده. هو كابتن ايهاب اصلا اعرفه من 11 سنه او 12 سنه. كان منين بقى؟ كان مدربي في نادي اسمه كهرباء اسماعيليه. درجه ثالثه. هو بدأ المشوار معايا يعني. هو عشان كده عارفك. عارف امكانياتك. فهو يعني مديني ثقه جامده، وانا يعني كنت الحاجات دي كنت بعملها صغير، بس حاولت اقللها لان بقيت بقى العب بقى اللي هو يعني ما خطرش ورا. المركز اللي ورا ده محتاج اللي هو الامان، الامان يعني. خصوصا انتوا بتلعبوا 2 بس في القلب. اربعه الواد بنلعب اربعه. اربعه تحت، فصعبه يعني. بس الحمد لله يعني احنا السنه اللي فاتت عملنا مركز رابع، والسنه دي ان شاء الله بنحاول ان احنا نعمل مركز اكتر من رابع في وسط امكانيات اللعيبه اللي معانا. انت اول دلوقتي؟ طب ليه ما تقولش انا هستمر اول؟ ليه لا؟ انا ممكن بنقولها بينا وبين بعض. بس ما اقدرش اقول بينا في الاعلام يعني. اعلاميا كلعيبه مع بعض بنقول مع بعض احنا عندكم الطموح ده فعلا؟ طموح طبعا جدا.